للحديث عن أوضاع اللاجئين السوريين مع قرار برنامج الغذاء الدولي بتخفيض ووقف المساعدات لهم، معنا من باريس عضو هيئة تحرير موقع المهاجرون الآن الصحفي سيف عزام. أستاذ سيف، بداية مرحبا بك. كما في لبنان، قرار برنامج الغذاء الدولي التابع للأمم المتحدة يقرر تخفيض ووقف المساعدات للاجئين السوريين، ما دلالات هذه القرارات المتتالية للأمم المتحدة برأيك؟ للأسف حقيقة هذا القرار جاء بعد قرار برنامج الغذاء العالمي لخفض مساعداته في لبنان، جاء في الأردن اليوم. وفعلا كما صرح السيد أيمن صفدي وزير الخارجية الأردني، في بداية آب ينتهي ويتوقف بشكل كامل المساعدات العينية والمادية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للاجئين السوريين في الأردن. دلالات هذه القرارات للأسف هي يعني تدعي منظمة الأغذية العالمية أنه هناك نقص في التمويل، وفعليا نرى أن هذا القرار لا ينطبق فقط على الأردن، إنما بدأ فيه في لبنان والآن في الأردن. وبعد حوالي شهرين تم التصريح، عن شهرين أو ثلاثة أشهر سيتم وقف المساعدات أيضا المقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة. من الواضح أنه هناك نقص في التمويل وهذا أمر مفروغ منه، لكن نسأل لماذا لم يعد هناك تمويلات قادمة من الدول المانحة لهذا البرنامج، علما أنه هذا البرنامج يقدم المساعدات لكل المهددين بالانعدام الأمن الغذائي في هذه المنطقة، وليس فقط السوريين إنما أيضا الفلسطينيين والآن حاليا السودانيين المتواجدين في مصر أيضا وعدة شعوب أخرى. لنأخذ السوريين المتواجدين في الأردن، أستاذ، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القرارات على اللاجئين السوريين في الأردن، لا سيما كما هو معلوم يعني لا يوجد أي منفذ للهجرة لدول أخرى، ما خطورة ذلك؟ للأسف تتأثر بشكل كبير جدا، يعني حوالي 1,300,000 لاجئ سوري في الأردن، أكثر من 64% منهم مستفيدون من المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي. يعني الأردن هي دولة بالأساس ذات اقتصاد هش، لا يوجد الكثير من فرص العمل، يعني حوالي 1,300,000 لاجئ سوري غير قادرين أصلا على الحصول على فرص العمل. وبدون هذه المساعدات سيكون وضع كارثي، خصوصا ان البلد في الاساس يعاني من اقتصاد هش وضعي. مع كل ذلك يعني هناك اتهامات ايضا للامم المتحده بالتواطؤ لتمرير ملف التطبيع مع النظام السوري، الى اي مدى ترى ان ذلك هو فعلا ما يجري؟ يعني يجري نوعا من تسييس المساعدات ان صح التعبير، نوع من محاولات دفع السوريين للعودة إلى وطن غير آمن، ما مدى ذلك؟ ما مدى صحة ذلك؟ الحقيقة كل الدول المجاورة لسوريا التي استقبلت اللاجئين استخدمت ملف اللاجئين كورقة ضغط على الأمم المتحدة وعلى الدول المانحة. الأردن هي واحدة من هذه الدول التي دائما استخدمت ملف اللاجئين كورقة ضغط، دائما طالبت بزيادة المساعدات، بتحمل المسؤوليات، بدفع المزيد من الأموال للأردن لاستضافتها للاجئين. اليوم هي تستخدم نفس الورقة كذريعة للتطبيع مع النظام. الأردن تريد التطبيع مع النظام، تقول لأن عندي لاجئين وأنا أود عودة اللاجئين. المشكلة الأكبر أنه لا يوجد أي ظروف صحية لليوم لعودة اللاجئين، لا يوجد في سوريا أي مكان أو فرص عمل أو عجلة اقتصاد تدور أو حتى منازل. يعني 1,300,000 لاجئ الموجودين في الأردن حتى لو عادوا اليوم إلى سوريا لن يجدوا يعني مساكن يسكنوها، لأنهم هجروا بسبب الحرب، فمعظم بيوتهم مدمرة ولا يوجد عندهم أشغال ولا أعمال ولا وظائف، وحتى الاقتصاد السوري يعني شبه منهار. طيب بناء على ذلك أستاذ سيف، يعني ما هو المطلوب لحماية اللاجئين السوريين في ظل الضغوط المتتالية عليهم في العديد من دول العالم، ليست فقط في الأردن، ليست فقط في لبنان، يعني كل دول العالم تضغط على السوريين، على اللاجئين السوريين، والمجتمع الدولي، المجتمع الدولي طبعا ربما يعني هو يتصرف في إطار السياسات الدولية. المطلوب أولا عدم تسييس ورقة اللاجئين،
والنظر للبعد الإنساني لهذا الملف. المطلوب أيضا من الدول المجاورة أو من الأردن خاصة ولبنان الدول المستضيفة للاجئين عدم تفتيت هذه الورقة والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السوريين وعدم استخدام كورقة ضغط أو كوسيلة للتطبيع مع النظام، ومن ثم على المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الوقوف عند مسؤولياتها وعلى الدول المانحة أيضا أن تستمر في تمويل هذه البرامج التي من شأنها أن تحفظ كرامة اللاجئ السوري المتواجد في دول الجوار، وإلا فإن على اللاجئ أن يتخذ خيارات خطرة منها العودة إلى سوريا أو الركوب عبر البحر للوصول إلى أوروبا، وكلا الخيارين سوء من بعضهما. إذا أخيرا أستاذ سيف، يعني نتحدث عن أهمية حملات المناصرة اليوم لدعم اللاجئين السوريين الذين تحولوا للحلقة الأضعف، ممكن في نصف دقيقة لا شك أن على كل النشطاء وعلى كل الفاعلين والمؤثرين في الأوساط الاجتماعية السورية سواء في دول في سوريا أو في دول الجوار أن يستمروا في الضغط على المسؤولين، نستمر في تشكيل دائما حملات مناصرة لمناصرة قضايا سواء اللاجئين أو المرضى أو أي قضية محقة بالنسبة للشعب السوري. فأين كيف كانت الحملة الأخيرة التي انتشرت في الشمال للمطالبة بإدخال مرضى السرطان إلى تركيا وكانت ذات أثر جيد؟ على النشطاء السوريين وكل الفاعلين الاستمرار بهذا النوع من حملات الضغط علها تفيد في عدم تسييس ورقة اللاجئين. شكرا جزيلا أستاذ